عبر الهاتف ينضم إلي سفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أرحب بك سعادة السفير. أهلا بك. أرحب بك بداية. كيف تتابع هذه القمة؟ وأحدثك هنا عن المشاركة المصرية. أتابعها من سنة 75 منذ نشأتها بمبادرة فرنسية للرئيس فاليري جيسكار دستان، وكانت هناك محطات مهمة لأن كانت مصر دائما تتابع هذه القمة. وأذكر أننا في عام 79 طلب المستشار الألماني هيلموت شميت من الرئيس السادات ملف عن اهتمامات مصر بمناسبة قمة السبعة في طوكيو. قمة السبعة كانت بادية بخمسة، انضمت لها إيطاليا وكندا لاحقا صارت سبعة، انضمت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فصارت ثمانية، ثم خرجت روسيا منها نتيجة تدخلها في أوكرانيا. الآن يبدو أن القمة تستعد لاستقبال روسيا مرة أخرى، والرئيس الفرنسي دعا الرئيس الروسي قبل القمة بأيام ليقابله ويتبادلان الرأي، والرئيس الأمريكي صرح بأنه يرغب في استعادة مقعد روسيا في القمة. بالنسبة لمصر، مصر تحضر ومعها حقيبتان، حقيبة أنها مصر طبعا والرئيس المصري خير من يمثلنا ليقدم الملفات المصرية ومخاوفنا السياسية من حيث الجريمة المنظمة والإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير المشروعة والمخدرات، كلها مسائل متفقون عليها في كافة المعاهدات الدولية التي نرتبط بها. الملف الاقتصادي هو الأهم، والرئيس انتهى لتوه من إنشاء أكبر تجمع اقتصادي في العالم وهو التجمع الإفريقي، المنطقة التجارة الحرة الإفريقية الموحدة، 1200 مليون مستهلك. نحن أيضا أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية 400 مليون مستهلك، ونحن أعضاء في الاتفاق الشهير الاتفاق المصري الأوروبي، اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية. إذا نحن نقول لمن يأتي ليستثمر في مصر، أنت ستنتج على أرض بضائعها تدخل أسواق مجموع سكانها أكثر من 2000 مليون مستهلك دون رسوم أو عوائق جمركية. وندعو الله بالتوفيق لأن نجذب استثمارات على أساس هذا الملف. أيضا الاستثمار في سيناء، في البحر الأحمر، في غرب وادي النيل والتجمعات الجديدة. ونريد أن يكون علينا هنا واجب أن نؤديه كمصريين، نحن نفتح الأسواق، السياسة الخارجية المصرية على أفضل ما تكون من حيث فتح الأسواق، مطلوب البضائع التي تصدر. الملف الثاني الذي يحمله الرئيس هو ملف إفريقيا، بحكم أنه رئيس الاتحاد الإفريقي لهذه السنة، وإفريقيا ملفاتها معروفة أنها قارة مظلومة في تعاملها الدولي، أفقر القارات، الأموال التي تخرج منها سدادا للديون وسدادا لوارداتها من العالم المتقدم أكثر مما يدخلها من أموال كاستثمارات أو ثمنا لصادراتها. ومطلوب إعادة وضع هذا الملف وضعا سليما. ومصر لها مبادرة بالاستثمار في إفريقيا بالخبرة المصرية المعترف بها تماما، وبتمويل من أي من لديه فائض تمويل، سواء كان الولايات المتحدة أو كانت اليابان أو الدول الأوروبية، كلها توافق على هذا الموضوع من حيث المبدأ. فنرجو التوفيق للرئيس في هذين الملفين الهامين. شكرا جزيلا سعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.